سيدنا دكتور احمد، بعض شبابنا بيسأل سؤال خارج منه كده ببساطة وبتلقائية، لكن يحتاج الرد او يحتاج التوضيح اكتر، ويحتاج عملية الفهم والافهام اكتر. بيقول طيب ربنا بيأمرنا ان احنا نصلي، بيأمرنا اننا نزكي، بيأمرنا اننا نصوم، بيأمرنا باننا نتعبد له سبحانه وتعالى. والسؤال كده بمنتهى البساطة والتلقائية، اذا وانا اعلم ان لفظي يحتاج لا يصح في حق الله تعالى، يعني هذا بقى عقائديا وعلميا وشرعا وعقيدة الى غير ذلك، لكن التوصيف اللي بيوصف بيه بالبساطة المصرية الجميلة والتلقائية المصرية، هو ربنا محتاج ان احنا نصلي له، ان احنا نزكي، ان احنا نحج؟ هل الله يحتاج لمثل هذه؟ هذه الشبهة. هل الله يحتاج الى عبادة بني البشر او الى عبادة البشر؟ وبالتالي فانا مش هصلي. ما هو ما دام وبناء عليه ما دام انه لا يحتاج وانا اعلم انه لا يحتاج، علم مش هصلي، فانا مش هزكي، هصلي ليه او كذا او كلام من هذا. السؤال فرع على معرفة اوصاف الله سبحانه وتعالى. نعم. فالله سبحانه وتعالى يعني وصف نفسه بالاسماء الحسنى، فهو سبحانه وتعالى الصمد، قادر ومقتدر. نعم. وصمد، منزه عن هذه الاشياء كلها. لكن انا ساضرب لك مثالا مبسطا حتى ننطلق منه الى اجابه هذه الشبهه في عقول بعض شبابنا. لو ان رجلا عنده ابن، هذا الابن عمره سنتان، والولد طبيعي انه في هذه الفتره يحتاج احتياج تام الى الوالد، وفي المقابل الوالد لا يحتاج له ابدا. الولد والده يطعمه ويفعل له كل شيء، من بل يزيد في اهتمامه عما يكون الولد شاب او كذا او غير ذلك او حتى صبي. لكن انا ضربت لك المثل في هذا السن خاصه لان الطفل او هذا الصغير احوج ما يكون الى والده في هذه الفتره. يقدم الوالد كل شيء وهو لا ينتظر ابدا في المقابل اي شيء من الولد. قد ينتظر بعض المقابل حينما يقوى ساعده ويشتد عوده ويكون شابا، لكن في هذه الفترة خاصة لا يحتاج الوالد إلى أي شيء. تعليم بعض الصفات للولد من الاعتماد على النفس ومن القوة ومن إرساله بعض المشاوير وإسناد بعض المهام إليه حينما يكبر الولد مرة بعد مرة أو سنة بعد سنة، أحيانا يقولها الوالد صريحة للولد، يقول له أنا مش محتاج، أنا مش محتاج منك حاجة، بس أنا عايزك كويس، عايزك تبقى راجل، عايزك تبقى راجل أو عايزك تبقى كويس. الله سبحانه وتعالى لا يتغير، ما زال بصفاته، ما درسناه في العقيدة، ما زال بصفاته قديما قبل خلقه، لم يزدد بكونهم شيئا لم يكن قبلهم من صفته، وكما كان بصفاته أزلية كذلك لا يزال عليها أبدية سبحانه وتعالى. سبحانه. فالله سبحانه وتعالى كان قادرا ولا زال قادرا، وهو سبحانه وتعالى كان عليما وهكذا. فكل صفات الله لا تتغير، قد تتغير صفات هذا الوالد من القوة إلى الضعف ومن العلم إلى الجهالة ومن كذا، فيحتاج إلى الولد في بعض الفترة، لكن الله سبحانه وتعالى لا يحتاج لشيء، فهو سبحانه وتعالى منزه عن الاحتياج. نعم. ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله سبحانه وتعالى. ومن إله هذه يعني يقصد بها أقل شيء، يعني مش هقول لك إله، لا، من إله. وما اتخذ الله من ولد، مش ولد، لا، من ولد. والشاهد في هذا كله إن الصلاة تعود على الفرد بمنافع تعود إليه، الزكاة تعود إليه، الصيام يعود إليه. فكما أن الوالد يأمر ولده ببعض الأمور التي يعود نفعها على الولد، كذلك الرب سبحانه وتعالى يأمر العبد بأمور يعود نفعها على العابد وعلى السالك. منها أن النفس والروح تحتاج إلى غذاء روحي. هذا السؤال خاصة سألني إياه أحد الشباب، فقلت له في مرة من المرات أن العبادات لها أثر روحي، ومن أجل ذلك حتى من أنكر وجود الله يلجأ إلى بعض الأمور التي تعود على روحه ببعض السعادة.
نعم. اللي هو المديتيشن تأمل وبعض الأمور اللي هي بيجلس فيها اللي اسمها مثل اليوغا أو غير ذلك. كل الأمور ديت لماذا أنشأوها؟ أنشأوها لغذاء الروح. طيب الله سبحانه وتعالى أوجدها لنا في الصلاة. سبحانه وتعالى قال سبحانه إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون. فإن الإنسان خلق هلوعا يصيبه الهلع شدة الخوف، إذا مسه الشر جزوعا يصيبه ضجر وغير ذلك إذا ما نزلت به نازل أو غير، وإذا مسه الخير منوعا يعني يصيب نفسه الشح والبخل وغير ذلك إلا المصلين. طيب لماذا؟ لأن الصلاة تزكي روح الإنسان فتدفعه إلى أن يكون قوي، إلى أن يكون فيه من الشجاعة ما فيه، إلى أن يكون فيه من الكرم وحب الخير ما فيه. كل هذه الأشياء على من يعود نفعها؟ على العابد وعلى السالك. أضف إلى ذلك أن هذه العبادات بإجمالها إذا نظرنا إليها فهي تجعل حياة الإنسان مرتبة. بمعنى الله لما سبحانه وتعالى لما فرض علينا الصلاة فرضها علينا وفقط، ولكن ولكن قال إن الصلاة كانت كتابا على المؤمنين كتابا موقوتا، فلم يفرضها وفقط، نعم، لكن فرضها بمواقيت محددة. نعم. هذه المواقيت المحددة تعود الإنسان النظام والترتيب وأن يكون الإنسان له وقت من هنا إلى هنا. هذه الأمور تعود على نفسية الإنسان نفسه. يبقى الإنسان المستفيد. الإنسان المستفيد كذلك في الصيام نفسيا وسلوكا ونظاما في الزكاة كذلك في الحج، كل هذه الأمور تعود بالنفع على العابد وعلى السالك. ولذلك تجد الإنسان المصلي سعيد، تجده موسع عليه في رزقه، أكثر نظاما أكثر هدوءا أكثر. وحينما يعني نتساءل عن الرزق، وكثير من الناس يشكو ضيق الرزق وغير ذلك، كثير ممن يصلون يجد سعة الرزق حتى لو لم تكن سعة في المال. نحن نتحدث عن الرزق وليس عن المال، لأن بعض الناس يحصل يخلط بين الرزق والمال أو يحصل رزق في المال. في المال. نعم. حينما قال الله سبحانه وتعالى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. تعود الإنسان الصبر الصلاة. يعني لما نعي لسيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنه ورضاه أخوه قاسم بن العباس لما مات، فقام يصلي قثم ابن العباس بضم القاف، فقام يصلي فقيل له لماذا تصلي؟ قال لأن الله سبحانه وتعالى قال واستعينوا بالصبر والصلاة، فقرن بينهما فأنا أقرن بينهما. تعود الإنسان ليه؟ الصبر. كذلك الإنسان حينما يديم الصلاة تجد عنده من الهدوء وتقبل القدر النازل عليه ساعة المصيبة أو غير ذلك. إذن خلاصة هذا كله أن العبادات مردها إليك، ومن أجمل ما يعود على العابد من أثر العبادة الأخلاق الحسنة. نعم. الوفاء لله، أن الله سبحانه وتعالى يورثه جنته.